اهلا بحضراتكم من جديد. اولا في اللحظات اللي زي دي مهم جدا نقرب شويه من الاحداث المهمه جدا على المستوى العالمي. ليه؟ تداخل على مونديال انديه في الولايات المتحده الامريكيه، وعندك بطوله فيفا انتر كونتيننتال، وبالتاكيد في اللحظات اللي زي دي في مدربين اشتغلوا في اماكن مهمه جدا في الفترات الاخيره، منهم لعيبه دربوهم وهم حاليا بيلعبوا في النادي الاهلي، وقبل كده كانوا بيلعبوا سواء في اوروبا او حتى مع منتخبات عربيه شقيقه لما كانوا بيتولوا تدريبهم في الفترات الماضيه. النهارده ومن خلال ترند اونلاين عبر زوم من فرنسا معانا المدير الفني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب. مستر وحيد، اولا سعداء بوجودك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي، نادي القرن في إفريقيا. مساء الخير على الجميع، مساء الخير يا مصر. أنا أيضا سعيد لأنني أشارك معكم في هذا البرنامج. وحيد خليلوزيتش واحد من أسماء المدربين الكبار اللي اشتغلوا في أفريقيا واشتغلوا مع منتخبات كبيرة حتى ودرب في كأس العالم في السنوات الماضية. كيف يرى فكرة إقامة كأس العالم للأندية على مستوى الأندية على مستوى العالم؟ فكرة أن يشارك كثير من الفرق إنها فكرة جيدة، ولكن بالنسبة للاعبين هو أمر صعب، لأن اللاعبون يؤدون الكثير من المباريات على مدار الموسم، وأعتقد أنهم سيكونوا نوعا ما مرهقين في هذه النسخة من البطولة. أكيد. طيب، وجود النادي الأهلي في مجموعة فيها بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي، ولقاء الافتتاح ما بين الأهلي وإنتر ميامي، كيف يرى وضع هذه المجموعة بالأسماء التي تتواجد في المجموعة الأولى؟ إنها مجموعة جاذبة وتشجع على المشاهدة، مع لا سيما ما تحوي من فرق كبيرة. إنها مجموعة بها فرق فيها مدارس كرة قدم مختلفة. ميامي يلعب في أمريكا الشمالية، وهناك فريق برازيلي وفريق أفريقي. إنها لحظة جديرة بالمشاهدة، وأن نعقد فيها مقارنات ما بين المدارس المختلفة سواء من أفريقيا أو من أمريكا الجنوبية أو من أمريكا الشمالية. إنها مجموعة تشجع على أن نشاهد هذه المدارس المختلفة وأن نعرف من الذي سيفوز في نهاية المطاف. هل تتوقع أن يكون في مفاجأة في هذه البطولة، أم الفرق الأوروبية لها نصيب الأسد في المنافسة على هذا اللقب؟ بالتأكيد إن فرق أوروبا لها الحظ الأوفر، ثم فرق أمريكا الجنوبية، ولكن في مسابقة كتلك وفي نهاية موسم فإن الفرق غير المعروفة يمكنها أن تصنع المفاجأة، كما شاهدنا منتخبات تفعل ذلك في كأس العالم. في لحظة سيكون فيها الجميع مرهق بدنيا، ستختفي ربما بعض الفوارق الفنية. فرق أمريكا الجنوبية وفرق أوروبا تلعب الكثير من المباريات على مدار الموسم، وأعتقد أنهم سيكونوا مرهقين جدا، وهذه هي اللحظة المناسبة لفرق أفريقيا كي تصنع المفاجأة. اثنين من أبناء وحيد خليلوزيتش اللي شاركوا مع منتخب المغرب لفترات طويلة، يحيى عطية الله وأشرف داري، الآن هما لاعبان في النادي الأهلي، ماذا تقول لهما وأمامهم تحديات مهمة على المستوى الإفريقي والدولي؟ بس سرتو داريك
لقد دربتهما في الفريق الوطني المغربي وهم لاعبين جادين، ولكن الآن مع الأهلي أعتقد أنهم لم يشاركا بالشكل الكافي، وخاصة أشرف داري الذي أصيب مع الفريق الوطني المغربي، ولكنه لاعب لديه الكثير من الإمكانيات الفنية، وهو جيد وهو قوي جدا على المستوى البدني ويجيد ضربات الرأس، ولكن إنه فتى له الكثير من المميزات، ولكن لم نرى شاهده بالقدر الكافي مع الأهلي حتى الآن. أكيد. طيب لو هسألك على جوائز الاتحاد الإفريقي ذا بيست لعام 2024، هل لك وجهة نظر معينة في الاختيارات التي تمت؟ غياب محمد صلاح عن الجائزة هذا العام هل كانت مفاجأة؟ هل لديك ترشيحات أو عندك آراء في مسألة المرشحين للجوائز، سواء أفضل منتخب، أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى؟ غياب محمد صلاح. وي مسيو سي لابسونس. حسنا، انها مفاجاه بالنسبه لي، لان هذا اللاعب يقدم حاليا مستويات مذهله وهو في التوب فورم، وفي هذه اللحظه التي اتحدث فيها ربما يكون هو الافضل في العالم وليس في افريقيا فقط، بما يقدمه مع ليفربول منذ بداية الموسم، هو في فورما يظهر فيها هدافا، يظهر فيها لاعبا يقدم التمريرات الحاسمة لزملائه. حقيقة الأمر إنه يقدم كل شيء في كرة القدم خلال هذا النصف موسم الذي شاهدناه حتى الآن. إنه من الأفضل في العالم حاليا، ومفاجأة كبيرة أن يكون غائبا عن القائمة القصيرة اللاعبين للأفضل، اللاعبين الأفضل للأفارقة، وأعتقد أن صلاح ليس بحاجة للحديث عنه. مين أفضل منتخب في أفريقيا لهذا العام من وجهة نظرك؟ هناك الكثير من المنتخبات، ولكن في هذه اللحظة الفريق الذي هو في التوب فورم هو الكوت ديفوار الذي فاز بكأس أمم أفريقيا، ثم أرى الجزائر، ثم أرى السنغال، ثلاث، ثم مصر والكاميرون. أعتقد أنهم هم الخمسة الأربعة أو الخمسة الكبار في أفريقيا حاليا. وأفضل نادي؟ بالنسبة لي هو صعب أن أحكم وأقول من هو الفريق النادي الأفضل، لأنني لا أشاهد البطولات الأفريقية بشكل منتظم، ولكن من ضمن المرشحين من وجهة نظري ومن ضمن المرشحين بالتأكيد هو فريق الأهلي الذي نسمع عنه كثيرا في أفريقيا. مستر وحيد خليلوزيتش، أنا بشكرك بالتأكيد على هذا الحوار وعلى هذه الإجابات المهمة جدا، لأن النهاردة وحيد خليلوزيتش اتكلم عن أشرف داري، اتكلم على يحيى عطية الله، اتكلم على أفضل منتخب موجود في القارة الإفريقية، وعدد أسامي كبيرة جدا، كوت ديفوار، السنغال، قال الجزائر، وقال مصر، رغم أن مصر مش موجودة في الأسماء المرشحة، وهو بالتأكيد عنده تعليق يعني على شكل الجوائز اللي وضعها الاتحاد الإفريقي والمرشحين لهذه الجوائز خلال هذا العام. شكرا جزيلا مستر وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب السابق. كانت إطلالة مهمة جدا مع واحد من المدربين اللي صنعوا تاريخ في الكرة الإفريقية مع عديد المنتخبات العربية في السنوات السابقة.